بسم الله الرحمن الرحيم. ده الدرس الثالث من كورس تصميم الويب جزء سي اس اس كورس او كورس السي اس اس. هنشرح النهارده حاجه سهله جدا وبسيطه ومش هنطول فيها. الفيديو مش هيكمل كام دقيقه، هيبقى عن كتابه التعليقات. المفروض انت سمعت الحلقتين اللي فاتوا وفهمت اللي احنا خدناهم فيها ازاي تحدد العناصر وازاي تدي العناصر دي تنسيقات بشكل مبسط كده. المهم ان احنا خدنا بشكل عام ازاي نحدد العناصر، وخدنا في الحلقه الاولى مقدمه عن اللغه ومقدمه عن عالم الويب، وعرفتك كده شويه حاجات مهمه لازم تكون سمعتها. اتمنى انك تكون سمعت الحلقتين اللي فاتوا ما تكونش عدتها. النهارده هناخد حاجه ثالثه هناخدها في البدايه عشان هنستخدمها قدام، وهي كتابه التعليقات. ولو سبق ليك وتعلمت معانا HTML، وده لازم تكون اتعلمت معانا HTML اصلا. لو بتسمع الكورس ده من غير ما تكون اتعلمتها فانت بتعبث، ده ملوش اي معنى. او اتعلمت اي لغه برمجه تانية على القناه عندنا او بره، حتى زي سي بلس بلس او البايثون او ايا يكن، فاحنا نفس الموضوع ده شرحناه في كل اللغات دي، وهو موضوع كتابه التعليقات. هتلاقي فهرس عندك هنا اهو، وهتلاقي الكلام مشروح بالتفصيل وكل حاجه موجوده، الامثله وكل حاجه موجوده تقدر ترجع لها. ولكن احنا دلوقتي هنشرح على الايديتور، ف على البورد قصدي، فخليك معانا. ايه الفكره بتاعت النهارده؟ النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها التعليقات، التعليقات او الكومنتس. الكومنتس بالانجلش كومنتس. يعني ايه كومنتس؟ يعني تعليقات. يعني ايه تعليقات؟ يعني كلام هنكتبه عشان نفهم احنا الكود المكتوب، ولكن مش هينفذ مع الكود. لا بالراحه تاني، انت كتبت كود عشان ينفذ على صفحه الويب ويعرض لك صفحه ويب انت عايز تصممها. فكتبت الكود مثلا بال HTML او كتبته بال CSS او كتبته باي لغه. ده مثلا ده بال HTML اهو، وده بال CSS. دلوقتي عايزين نقول للبرنامج او نكتب كلام، نقول للمتصفح بتاعنا او نقول قصدي للاديتور بتاعنا ان الكود ده بيعمل الشيء الفلاني، او ان الحته الفلانيه هنا انا عندي ملحوظه عايز افتكرها، او ان السطرين دول بيعملوا وظيفه معينه انا مش عايز انساها. يعني عايز اكتب اي كلام توضيحي، مش كود برمجه، انا عايز اكتب كلام توضيحي بالعربي بالانجليزي باي لغه توضح لي بس ان انا الحته دي عاملها ليه، او الكلام هنا عايز احط ملحوظه، او لو احنا شغالين في تيم وعايز الفريق اللي بيشتغل معايا لما يجي يكمل عليا في البروجكت اللي انا عامله يفهم انا عامل السطر ده ليه، او انا عايزه يعمل عمليه معينه لما يوصل هنا، فهكتب له رساله، هكتب له تعليق. يعني ايه تعليق؟ كلام جانبي على الهامش كده، بس الكلام ده مش هينفذ مع الكود، مش عايز الاديتور يفهمه انه كود، لا انا عايز افهمه ان ده مش كود، ده كلام توضيحي ليس الا. فقال لك ده بنسميه كومنت او تعليق، وبنعمله في كل لغه بطريقه معينه. ففي لغه ال HTML قلت لك ساعتها انك بتعمل التاج اللي احنا عاملينه مشهور بتاعنا ده، اللي هو البقين دول اكبر من واصغر من، ولكن بتحط هنا علامه تعجب، بعد كده شرطه شرطه، وتقوم حاطط شرطه شرطه، وتقفل العلامه وتحط هنا اي تعليق انت عايزه. فاي كلام هيتم كتابته هنا اهو في المنطقه دي، اي حاجه هتكتبها هنا اهو ان شاء الله 100 سطر، ال 100 سطر دول او ايا كان الكلام اللي هتكتبه هيعتبر كلام توضيحي للكود وليس من الكود. فلو شغلت البرنامج وكاتب الكلام ده مش هيتاثر بيه تماما، عكس لو كنت كتبته من غير الرمز ده، لو كنت كتبت كلام حر كده، حر في الهواء كده، على انك تعليق يعني، على انه كلام هوامش، البرنامج هيفهمه اكنه كود وهينفذه على انه كود، ولو في ايرور هيدي لك ايرور، ولو في حاجه تبوظ الصفحه هتبوظ لك الصفحه. فيفضل، مش يفضل، ده لازم لما تحب تكتب تعليق او كومنت تعمل في HTML الرمز بتاع الكومنت اللي هو العلامه دي، وتقوم فاتح العلامه الثانيه هي تتعمل لوحدها، وتكتب هنا اي عدد من الاسطر انت عايزها عشان تعتبرها كايه، ككلام توضيحي لا ينفذ مع الكود. يبقى خلاص ده الشكل بتاع ال HTML. خلينا كده نحدده، دي طريقه كتابه الكود في ال HTML. صغر كده واحفظها لان ده اساسي لازم تفهم كده. يبقى اي كود HTML اللي عايز اكتب فيه تعليق كلام توضيحي يوضح لي الكود وما يتنفسش معاه بعمل الرمز ده. طب في CSS نفس المفهوم بالظبط، لو حبيت اكتب كود يوضح لي، عايز اكتب كلام توضيحي لكود CSS بس ما يتنفسش مع الكود، البرنامج يفهم او الاديتور بتاعي اللي هو فيجوال ستوديو كود يفهم ان ده مش كود، ده كلام توضيحي ليس الا. فبنعمل الرمز الاتي، بنكتب كده اهو، خلينا نجيب اللون الاصفر، بنعمل علامه السلاش ونحط نجمه، وبعد كده نبعد بعيد ونعمل سلاش ونحط نجمه، كده النجمتين جوه والسلاشين بره، يبقى لازم كله يبقى محصوره بين التو سلاشز دول، السلاش والسلاش دي هي اللي بيبقى محصورين الكلام كله محصور بينهم، بس كل واحده جنبها نجمه ودي جنبها نجمه، بس المهم ان من بره في سلاش ومن هنا في سلاش، دي بنسميها ايه؟ فورورد سلاش، مش باك سلاش، لا فورورد سلاش. بصه يمين كده. اكتب هنا اي حاجه انت عايزها، اي كلام هتكتبه هنا اهو هيعتبر ككومنت وليس ككود، مش هيعتبره البرنامج، مش هيعامله كمعامله الكود، مش هينفذه ولا هيعتبره اصلا موجود، هيخلوه لك انت كمبرمج او اي حد يفتح الفايل كمبرمج يقدر يشوفه، كلام توضيحي. طب ده ايه فايدته؟ لما تيجي تكتب في يوم من الايام مشروع كبير، هتلاقي نفسك عامل مثلا خمس ست سطور هنا، انت دلوقتي فاهمهم، بس لما تخش في اللي وراهم وتعمل خمس ست سطور كمان، وتعمل لحد 100 سطر مثلا، عملت 100 سطر، تيجي ترجع تعدل على البرنامج بتاعك، انت مش فاكر دول بيعملوا ايه، ولا فاكر دي بتاعت ايه، ولا فاكر دي بتاعت ايه، ولا فاكر اي حاجه، انت كنت في ساعتها فاكرها، لكن دلوقتي انت مش فاكر. فدايما بتلاقي نفسك اي حد محترف بيكتب كود، دايما كل شويه يكتب تعليق، ليه يكتب تعليق؟ عشان يفتكر لما يحب يرجع يعدل المكان ده كان بيأدي وظيفه ايه. فتلاقيه كاتب هنا اهو، لو هو بيكتب مثلا HTML فتلاقيه عامل كده اهو مثلا، يعني
وكاتب هنا ان ده بتاع الهيدنجز مثلا، الهيدنجز، عشان يفتكر ان المكان ده بتاع الهيدنجز بس ليس الا. طب ليه ما كتبهاش كلمه هيدنجز لوحدها وحطها بين الرمزين دول؟ حطها بين الرمزين دول عشان يتفهم انها مش كود، مش حاجه تبع الكود، ده مكان كلام توضيحي ممكن اكتبه عربي، ممكن اكتبه بالانجلش، ممكن اكتبه باي لغه اساسا يعني، وما التزمش بيه بقواعد البرمجه، ما التزمش بيه في حاجه، بكتب كلام عادي، فاهم؟ هدفه بس ان انا كمبرمج اعرف اقرا الكلام. طب لو كان ده ونفس الكلام، هيكتب هنا تعليق ويكتب هنا تعليق يوضح له كل فقره بتعمل ايه. انا بديك مثال، اكتب انت بقى اللي تحب توضحه لنفسك. او لو احنا بنكتب كود سي اس اس هيعمل الرمز ده اهو اللي احنا خدناه من شويه، ويكتب اي حاجه وعايز يوضحها هنا، ويعمل نفس الكلام تعليق تاني تحت، ويحط اي حاجه وعايز يوضحها وهكذا. يبقى بيعمل عمليات توضيحيه للكود اللي كاتبه، مش ككود يعني، بيكتب كلام عادي خالص، مجرد كلام توضيحي. طيب ده كفايده. طب انا بكتب فين كل واحد من دول؟ لازم تكتب كل طريقه كومنت في اللغه بتاعتها، يعني ما ينفعش اعمل الشكل ده، الشكل ده ما ينفعش اعمله وانا بكتب تعليق في لغه السي اس اس. لو فاتح فايل الامتداد بتاعه دوت سي اس اس ما ينفعش اكتب فيه الشكل ده، مش هيتفهم ايه ده اساسا، ده بتاع اتش تي ام ال. وما نفس الكلام، ما ينفعش اجيب الشكل بتاع السي اس اس اللي هو ده واروح اعمل الشكل ده في الملف بتاع الاتش تي ام ال في الكود بتاع الاتش تي ام ال العادي، ما ينفعش. لازم كل واحده تتعمل في الملف بتاعها، الا في حاله استثنائيه. لو انا فاتح ملف اتش تي ام ال زي ما احنا خدنا في الحلقات اللي فاتت، بفترض انك فاهم، لو مش فاهم فده مش مكانك، ارجع للحلقات بتاعتك. لو انت في الفايل بتاع الاتش تي ام ال بيبقى جوه فيه تاج اسمه ستايل، فيه تاج اسمه ستايل، تاج الستايل ده انا بقدر اكتب جواه كود سي اس اس، بقدر جوه ملف الاتش تي ام ال اكتب كود سي اس اس. ساعتها بين الطرفين بتوع الستايل جوه هنا اقدر اكتب كود السي اس اس، وبالتالي اقدر اكتب معاه التعليق بطريقه السي اس اس. يبقى لو انا جوه الملف بتاع الاتش تي ام ال، لو انا جواه قدامي حاجتين، يا اما بره الستايل يا جوه الستايل. لو انا جوه التاج بتاع الستايل هقدر اكتب كود السي اس اس، وبالتالي اقدر اكتب معاه الكومنت بطريقه السي اس اس. طب لو انا بره كلمه الستايل، بره التاج بتاع الستايل، يبقى ساعتها انا كده بكتب كود اتش تي ام ال، يبقى لازم اكتب التعليق بطريقه الاتش تي ام ال اللي هي دي، لازما مفيش مفر من ده. طيب لحد هنا خلصنا، تعالى بقى نفتح الايه الاديتور نطبق ده بسرعه. ادي فايل اتش تي ام ال، هنيجي نكتب مثلا كده اهو اتش تي ام ال، ونجيب 5 حد دول كده اهو، ودي تاب قدام، انزل تحت، تعالى هنا عايزين مثلا نكتب باراجراف، فهنقول له this is a paragraph. باراجراف حلو، ناخده كده كوبي، ننزل نحط 3، بعد كده فراغ كده شويه نحط 3، فراغ ونحط 3 مثلا يعني. فانا عايز اقول ان الثلاثه الاولين دول بتوع كذا، والثلاثه التانيين بتوع كذا. طبعا انت في البرنامج الحقيقه هتكتب كلام مكان الباراجرافات، يعني هتبقى كاتب شويه اكواد كتيره كده، فانت عايز تفتكر دول بيعملوا ايه. فهم جاي هنا عامل ايه؟ عامل الرمز اللي احنا بنعمله كل شويه ده، هتلاقيه قفلك عليه على طول اهو. نكتب هنا this is p1، ده الباراجراف رقم 1. ممكن تقوم واخد السطر ده كده اهو كوبي، وجاي حاطه هنا اهو، وتقوم قايل ده باراجراف 2، وتيجي تحطه هنا اهو، وتقول ده باراجراف 3. هل كده الكلام اللي انا كاتبه بالاخضر ده هل ده هيتنفذ؟ لا، ده معتبرينه كانه كلام توضيحي ليك انت، انت اللي عايز توضح لنفسك ان المكان ده بيعمل كذا والمكان ده بيعمل كذا. ايه لازمته؟ لما بتيجي تراجع في يوم من الايام على الكود اللي انت كتبته من فتره بتبقى ناسيه، مش فاكر كل التفاصيل. فالاخضر ده هيفكرك تحط لنفسك طريقه معينه في الكتابه. كل واحد بقى مبرمج بيخترع طريقته، مش بنكتب بطرق موحده. بس لو انت في شركه بتلاقي الشركه بتحط قواعد لكتابه التعليقات، حتى التعليقات بيحطوا لها قواعد، يقول لك اكتب عشان بقيه الفريق يفهم. انت مش تشتغل على مشروع لوحدك، انت بتيجي تعمل كود ال HTML و CSS، ممكن واحد يجي وراك يعمل الجافا سكريبت، ممكن واحد يجي يضيف بعض الاضافات بالحاجات الاخرى هكذا، فاهم الفكره ايه؟ فانت بتعمل حاجات توضح ليك وللتيم، فساعتها تلتزم بالطريقه اللي يقول لك عليها. ممكن اكتب بالعربي، ممكن اكتب هنا اهو هذا كود الفقره الاولى، بس كلام توضيحي ليس الا. طب لو شغلت ده للبرنامج، هل هشوف على الصفحه الكلام اللي بنلون بس، ولا الاخضر كمان هشوفه؟ لا، الاخضر ده مش هتشوفه خالص، ولا اكنك كتبته اساسا. لو جينا كده نفتح الصفحه اهي شغاله اهي، ولا اي عربي موجود. هل انت شايف كلام عربي؟ لا. طب لو ما كنتش كتبت بقى الرمز بتاع الاخضر ده، لو عملنا عليه كده اهو حلو وسبناها بالمنظر ده، بص اول ما ارجع لو عملنا ريفرش الكلام العربي اتكتب، افتكر ان انا بقول له اعرضه على الصفحه، لكن انا كنت قصدي خليه يوضح لي انا كمبرمج، مش يوضح للصفحه، مش يكتب على الصفحه. فهمت الفكره ايه؟ طيب في شورت كات كده لازم تحفظه لو انت في اتش تي ام ال، لما تحدد ده كده اهو، لو حددته دوس كنترول كي يو، هيفك الايه؟ هيفك الكومنت. بص بالترتيب، كنترول كي سي، دوس زرار الكنترول، بعدين كي، بعدين سي، عمل كومنت، لان سي اختصار كومنت، حرف السي اختصار كومنت. طب دوست كنترول بعدها كي بعدين يو، هيفك الكومنت، لان يو اختصار ان كومنت، يعني فك الكومنت. فلو رحت عند ده عايز افك الكومنت، حدده دوس كنترول كي يو، فك الكومنت من غير ما تحدده على فكره. لو وقفت في السطر كده دوس كنترول كي يو هيفك الكومنت برضه. طب كنترول كي سي هيعمل كومنت على السطر اللي انت فيه.
فهمت الفكره ايه؟ كلام بسيط جدا، ده شورت كاتس هتفيدك انت كمان. طب لو رحت على السي اس اس وكتبنا كود للسي اس اس، قلنا مثلا عايزين الباراجرافات دي، عايزين الباراجرافات دي نديها بعض التنسيقات، فنقول له مثلا الكالر عايزينه يبقى براون، وعايزين ندي باك جراوند كالر تبقى بلاك مثلا يعني، وعايزين تكست الاين تبقى سنتر، اي خصائص. عايز اقول ان دي الخصائص اللي تبع الباراجرافات، فممكن اجي هنا اهو من بره حتى، ممكن اقوم عامل ايه الكود بتاعنا اللي احنا قلناه سلاش، بعد كده تقوم عامل رمز النجمه، بعد كده تبعد شويه تعمل نجمه سلاش عشان تقفل الكومنت بتاعك اللي هيتكتب ما بينهم كده اهو، هيبقى مخدر. فلو جيت قلت له هنا اهو this is paragraph p كده اهو p style، ده الستايل بتاع البي. طب لو جه نشغل، هل ده هتاثر معانا في حاجه ولا كانها موجوده؟ ده مجرد توضيح ليك انت كمبرمج. فلو رحت هنا شفت بره الدنيا اهي، خلينا نشوف، احنا ما عملناش تضمين للملف، احنا كتبنا الكود هنا اهو، لازم نروح نضمنه هنا. يعني ايه نضمنه؟ ارجع بقى للحلقات اللي فاتت، مش كل مره نشرح. اقول له هنا انا عايز الفايل اللي اسمه 3.css، يبقى ندهت على الفايل بتاع التصميمات اللي انا عامله هنا عشان يندهوا جوه الفايل بتاع ال HTML عشان يطبق التنسيقات عليه كده. اول ما تشغل اهو طبق التنسيقات. هل انت شايف كلام عربي؟ لا مش شايفين كلام عربي، فكده انت مظبوط. طبعا الخط صغير جدا، ده الخط الحقيقي، فممكن لو ده كلام بقى قلناه هنقوله الحلقات الجايه ما تقلقش. ممكن تيجي تعمل هنا فونت سايز اهي وتخليه مثلا 80 بكسل، هيبقى واضح جدا للرؤيه. اول ما تشغل بص من غير ما اعمل اي زوم اهو، انا 100% ده الزوم بتاعي، فالكلام واضح كده. فهمت الفكره ايه؟ طيب افرض بقى انا كاتب كود السي اس اس ده جوه الكود بتاع ال HTML، افرض انا كاتب ده بالظبط كده اهو، كاتبه جوه هنا اهو، طب هكتبه فين؟ خلاص شيل دي ملهاش لازمه، مفيش اصلا ملف منفصل، ده احنا كاتبينه جوه ستايل، فلازم اعمل الكود بتاع ستايل واكتب جواه كود السي اس اس بتاعي اهو. رجع دي بقى مكانها، يبقى كده كود السي اس اس بكتبه ما بين الطرفين بتوع ستايل. جوه الستايل اقدر اعمل كومنت بالسي اس اس، بطريقه السي اس اس، لازم اعمله بطريقه السي اس اس اهو. نعمل كده اهو ونكتب الكومنت اللي احنا عايزينه، this is inside، ده جوه الستايل تاج، ده جوه الستايل تاج. طب لو جيت بره الستايل تاج، براها خالص في اي مكان، سواء جوه الهيد او بره الهيد، في اي مكان هنا لازم اعمله بطريقه ايه؟ بطريقه ال HTML اللي هي الطريقه دي، لكن جوه الستايل اعمله بطريقه السي اس اس، لان الطرفين بتوع الستايل لا يكتب بينهما الا كود سي اس اس اساسا، ما ينفعش تكتب بينهم حاجه غير السي اس اس. فهمت الفكره ايه؟ فعشان كده بنقول لك لما تيجي تكتب جوه اكتب الكومنت بطريقه السي اس اس، لكن براها بره الستايل في اي مكان اخر تكتبه بطريقه ال HTML. وكده يبقى خلصنا، ده اللي هتلاقيه مكتوب بالظبط هنا في الورق، تقدر ترجع له. ويقدر بس ان انا انبه عليك انك تقدر تكتب اكتر من سطر، مش عايز اقول لك الكلام ده يعني انت المفروض فاهمه. لو جيت هنا اهو اقدر انزل تحت كده، انزل ده حتى، خد السطر ده كوبي، ممكن تحط خمس ست اسطر، ممكن الكومنت يبقى اسطر كتير جدا عادي. في ناس بتلاقي مشاريع كبيره مكتوب حوار كامل، مكتوب قصه هنا، ليه؟ هو هدفه مش اني انت دايما ما تخش الطريق الاسهل وانت بتبرمج. ليه؟ لانك هتيجي قدام هتعاني اكتر مما كنت هتعاني لو كتبت الموضوع بالتفصيل. يعني وانت بتبرمج الموضوع لاول مره ما تقعدش تسمي الحاجات باسماء بسيطه، ما تقعدش تسمي الكلاسات مثلا زي الدرس اللي فات، ما تقعدش تسميها كلها اكس وواي وزد، هنا دلوقتي هتبقى سهله. طب لما تيجي بقى تراجع المشروع بتاعك بعد ما تخلصه مش تبقى عارف مين الاكس ولا مين الواي ولا مين الزد، لكن لما واحد يسميها مثلا ان الكلاس الاولاني ده هو باراجراف، باراجراف اهو باراجراف 1، والتاني يسميه باراجراف 2، والتاني يسميه باراجراف 3، كده انت اول ما ترجع تقراه انت اتعبت شويه، كتبت شويه حروف زياده عن الاكس والواي والزد، كتبت شويه حروف زياده، ولكن انت تعبت مره هتريحك لما تيجي تراجع المشروع. طب وانا راجعه ليه؟ العميل دايما بيطلب تعديلات، وانت نفسك ممكن تحب تعمل تعديل على الموقع، وهكذا حاجات كتيره. فدايما راعي وانت بتكتب اي مشروع انك تعمله بشكل قابل للقراءه جدا، وده اللي بيساعدنا فيه فكره الكومنتات، عشان بتعمل لي فكره ايه؟ انها اضيف فيها كلام يوضح لي الكود. ممكن تلاقي المشروع اللي على النت لما تيجي تشوف مشاريع من على النت وتحملها تلاقي كاتب ثلاث سطور بس وكاتب تعليقات فوقيها مثلا خمس سطور. ليه؟ هو يهمه مش ان يكتب الثلاث سطور دول بس، لا يهمه اللي يقرا الكود يفهمه بسهوله، ولو عجز في الفهم يلاقيني حاطط له فوق ملحوظات، لان السطور بتاعت البرمجه مش بفلوس. يعني لما تكتب هنا في الفيجوال ستوديو 100 سطر انت مش هتخسر، مش هتدفع حقهم يعني، فاهم الفكره؟ فده اللي بتكلم فيه، فخليك فاهم الكلام ده ليك وللزمن. كده خلصنا، والحلقه الجايه باذن الله هنشرح موضوع طويل جدا وهو الالوان، ولكن سهل، فابقى معنا يعني. يلا سلام عليكم.